مرحبا بكم لخيان الكل في فيديو جديد ولكن مش تجربة جديدة. من خلال الفيديو هذا باش نحكيه على تجارب سابقة كانوا من خلال الفيديوهات اللي صورتهم. برشا أصدقاء كانوا تواصلوا معايا حكوا معايا على الفيسبوك، صدقوني كمية كبيرة جدا، خاصة بعد الفيديو اللي حكيت فيه على واللي كنت نشرته على الفيسبوك فقط على الأسعار السلع التونسية في ليبيا، كذلك بعض المقاطع ورحلات ليبيا اللي كنتوا شاهدتوها على قناتنا في اليوتيوب. عديد من الأصدقاء وكذلك حتى من غير الأصدقاء من تونس من الجزائر من مصر كانوا تواصلوا معي يسألوا فيه على ليبيا، من الأفضل ليبيا من الجزائر، خاصة التوانسة يسألوا فيه على الأسعار، الأماكن السياحية في ليبيا وفي الجزائر، زوز دول هذوما برشا ريحة كما قاعدين تشوفوا. في الفيديو هذا باش نحاول نحكي لكم على الفرق بين الجزائر وليبيا، كيفاش كانت المعاملة من الشعب الجزائري، كيفاش كانت المعاملة من الشعب الليبي، هل كان الشعب الليبي أفضل أم أنه الشعب الجزائري هو الأفضل. إذن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكذلك أراكم اقتراحاتكم حول الفيديوهات اللي قاعدين نقوموا بها. الجزء الأول باش نحكيه فيه على المعمار، باش نحكيه فيه كذلك شوية على الجانب السياحي، لو أنه ليبيا ما تجولش فيها الكل، تجولت في الغرب فقط، غرب ليبيا، لو أنه يقولوا لي مصراتة تختلف على برشا أماكن، عديد الأماكن الأخرى في ليبيا، ولكن باش نحكي على اللي شفته في العاصمة طرابلس وكذلك العاصمة الجزائر. اختلاف كبير جدا بين العاصمة طرابلس والعاصمة الجزائر، اختلاف في المعمار، اختلاف في الشوارع، اختلاف في جميع النواحي. ليبيا الغرب الليبي اللي شفته يشبه برشا لتونس، كتونسي ما شفتش فما اختلاف كبير، ما حسيتش روحي سافرت دولة جديدة، لأنه المعمار، الشوارع، الناس، كل شيء عبارة كأني في تونس، ما شفتش حاجة مختلفة، ما شفتش حاجة جديدة. وبالتالي الجزائر تختلف كليا على ليبيا، لا مجال للمقارنة بين ليبيا والجزائر. بالنسبة للنقطة المشتركة اللي شفتها بين الجزائر وليبيا هي الحدائق العمومية، عديد 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 الحدائق العمومية الموجودة في ليبيا والجزائر، يعني في كل مدينة لازم باش تلقى زوز ولا ثلاثة حدائق عمومية. كذلك الأبراج المضيئة في طرابلس جميلة جدا، يمكن هذه النقطة اللي تختلف فيها طرابلس على تونس، اللي هي الأبراج المضيئة. هنالك عديد الأماكن اللي كي نجولوا في الليل نشوفوها بألوان زاهية، الساحات كبيرة، طرقات كبيرة برشا عكس تونس، ولكن في المعمار، في المعمار ما تختلفش برشا على تونس. الجزائر تختلف كليا على تونس وعلى ليبيا. نحكيه في جانب آخر، يذولي شفتوا الفيديو اللي صورناه الأكل في طرابلس، الأكل اللي صورناه في طرابلس، الأكل التقليدي، مش نحكي على الأكل اللي طيبوه في المنازل، ما نحكيش على الأكل اللي تم طبخه في المطاعم الخاصة والوجبات السريعة في الشوارع، مش نحكي على الأكل. جربنا وقتها الظلمة، جربنا عديد الأكلات الليبية الأخرى في مطعم الكركشية، وجربنا بريوش مزران في شارع هايتي في طرابلس. بصراحة الأكل الجزائري نشبهه بالأكل التونسي كيف كيف، الأكل الجزائري والأكل التونسي كيف كيف، ما يفرقوش على بعضهم. لا معناه ما نجمش نقارن نقول الماكلة التونسية خير والماكلة الجزائرية خير، نحكي على الأكل التقليدي، ما نحكيش على أكل الشوارع. مرة أخرى، الأكل التقليدي التونسي والأكل التقليدي الجزائري يشبه البعض برشا، لأنه يعني جربته في عديد الأماكن. الأكل الليبي من أروع ماكلتي، الأكل الليبي بصراحة أكل رائع جدا، لذيذ 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 جدا قد ما نوصف بنة الأكل الليبي، وما نجمش نعطيه حقه بصراحة. تونسي ونحب بلادي، ولكن الأكل التونسي والأكل الجزائري متشابه، الأكل التقليدي شخشوخة والشربة اللي طيبناها في دار خونا أبو بكر في قسنطينة في الخروب، ولكن الأكل الليبي لذيذ جدا بصراحة، من أروع ما كليت في حياتي إلى حد اللحظة، سواء في تونس في الجزائر في أكل مصري، الأكل الليبي من ألذ ما تاكل. وبالتالي اللي يمشي ليبيا ننصحه يجرب الأكل التقليدي الليبي لأنه يستحق التجربة. الآن نحكيه على المعاملات، نحكيه على المعاملات، معاملات من الشعبين، لأنه وقت اللي تمشي
في عديد الأماكن مباشرة. أول سؤال باش يسأله لك، أنت من أي بلاد؟ مباشرة تقول له أنت تونسي. المعاملة من الشعبين كانت كيف كيف. الشعب الليبي والشعب الجزائري لما تقول له تونسي مباشرة يفرح بك. الجزائري يقول لك مرحبا بك، أرواح معايا تعشى بحذاني إذا كان ما عندكش ما تاكل، خصتك حاجة أخوي مرحبا بك. الليبي كيف كيف، الليبي يسمع اللهجة يعرفك مباشرة تونسي، تونسي مرحبا بك خويا تونسي، مرحبا مرحبا بك، تفضل خويا افطر بحذانا، حاشك بحاجة، نقصتكم حاجة. ولكن انت وين تحط روحك؟ النقطة اللي باش نحكيو فيها توا هي المنتوجات، وبالنسبة للموضوع اللي سألوني عليه برش برشا ناس وقالوا لي احكي لنا عليه وباش نجاوبكم عليه، اللي هو التجارة. الناس المغرومة بالتجارة تمشي ليبيا والا الجزائر، هما راهم زوز دول فيهم الاسعار ممتازه. بالنسبه لك انت كتونسي باش تلقى حاجات ممتازه، باش تلقى الاسعار ممتازه، باش تلقى المنتوجات متنوعه. يمكن في الجزائر التنوع من حيث المنتوجات اكثر من ليبيا، ولكن في ليبيا الاسعار اقل بكثير من الجزائر. حتى صدقوني لقيت تجار جزائريين ياخذوا من ليبيا، لما سألتهم قالوا لي احنا ناخذوا من ليبيا ونبيعوا في الجزائر لانه اسعارها ممتازه جدا. ديما بربعوا الحق. في مول طرابلس كان تشوفوا الفيديوهات وتشوفوا الاسعار قداش، يعني احذيه رياضيه في تونس حوالي 100 دولار، في ليبيا نفس النوعيه ونفس كل شيء، يعني سلعه اصليه في ليبيا نلقاها بحوالي 30 دولار. يعني شوف في تونس 100 دولار، في ليبيا لقيتها بحوالي 30 دولار. أسعار الجوالات كيف كيف، أسعار ممتازة جدا، أقل من تونس برشا. في الجزائر أعلى شوية من ليبيا ولكن أقل من تونس من حيث السعر. ولكن إذا أنت تاجر باش تاخذ بالجملة تنجم تلقى في الجزائر اللي حاجتك بيه وما تلقاش في ليبيا، تنجم تلقى في ليبيا وما تلقاش في الجزائر، وبالتالي الأسعار منا ولا منا ديما تكون أفضل من اللي في تونس من حيث التجارة. علاش برشا توانسة يمشيوا يتاجروا في ليبيا والجزائر. نقطة أخيرة نحكي فيها اللي هي الجنسيات. الجنسيات في ليبيا ما شاء الله، الجنسيات في ليبيا ما شاء الله، عديد وعديد وعديد وعديد. الجنسيات الأجنبية، مصرية، لبنانية، سورية، أردنية، عراقية، تشادية، نيجيرية، كامرونية، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيها عديد الجنسيات. في بعض الأحيان تبدأ تحكي معها تلقاها أخ مصري، تلقاها أخ مغربي، تلقاها أخ تونسي. على كل حال إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو هذا، ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكذلك أراكم واقتراحاتكم حول الفيديوهات اللي قاعدين نقوموا بها. أجواء ممتازة اليوم في الحديقة العمومية هذه، ما تنسوش اقتراحاتكم أراءكم حول الفيديوهات اللي قاعدين نقوموا بها. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وفي تجربة جديدة عبر قناة موتشيلوس.